يمارس أنور دعنة مهنة صناعة الفراء والبسط العربية منذ 30 عاما بعد أن ورثها عن أجداده، حيث أصبحت هذه المهنة في زمننا الحاضر مندثرة إلى حد ما، بالرغم من أنها تعبر عن التراث العربي الأصيل. مهنة قديمة جدا أخذناها عن أجدادنا وأبانا، اللي هي الفراء والبسط الحياكة اليدوية. بالنسبة للفراء طريقتها بدائية، يعني من لما يندبح الذبيحة الخروف تملح وبندبغ بصير جاعد، بصير عباي فرو بنعملها، مناظر الأيام بياخذوها كمنظر، عدة ألوان مع بعض على المجر. يعني الطلب قليل على القديم البساط، بياخذوا اليوم كمنظر تكميل الديكور، يعني قاعدة عربية إذا في بحطوا لهم شغل، أما الأكثر شيء السجاد الموكيت. المواد الخام بالنسبة للطبيعي من الأردن، من داخل البلد، الجلد الطبيعي من المسالخ بنجيبه. المواد الصناعية الفرو الصناعية لا بيجي من برا طبعا، بس احنا بنصنعه هون. بالبسط بالمتر المربع تقريبا 12 دينار، والفرو الفرو الصناعي 15 لغاية 20، أما بالنسبة للطبيعي أغلى. سعر الفرو الطبيعي بتراوح من 50 ل 70 دينار.